مشاهدينا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من فيستوك. عندنا النهارده مواضيع جميله جدا ومختلفه جدا وحاجه زي الفل، بس الاول نرحب بزميلتي جهاد. اهلا بك يا جهاد. مساء الخير يا عبد المنعم. اهلا مساء الفل عليك ومساء الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده. مساء الفل على كل مصر. عندنا النهارده حاجات كتير جدا طبعا، لكن عايزين نبتديها طبعا. الحقيقه سمعنا خبر اول امبارح، كان خبر محزن جدا الحقيقه، وفاه ابن الممثل المسرحي والممثل الشهير الفنان محمد أسامة الشهير بأسأس. الحقيقة طبعا كان خبر محزن لنا كلنا طبعا. بالظبط. قالوا طبعا ان هو اهمله في الولد، طلعت اشاعات قالت كده. مواقع التواصل الاجتماعي امبارح والنهارده كانت مليانه جدا بالموضوع ده، والموضوع خد اكبر من حجمه بكتير، ان هم فضلوا يتهموا مامته وباباه بالاهمال، ان هو وقع. خلوا كمان ان محمد أسامة طلع ونفى كل الكلام ده وقال ان هو مات موته طبيعيه. فالموضوع بصراحه كان محزن في حاجه، ان الواحد اصلا خلاص في بلاء شديد، وان هو في حاجه تعباه، فمش مستاهل ان حد يضغط عليه بكلمه او ان احنا نتهمه. كده كده التاثير لو هو فعلا اثر فهو اللي شال النتيجه، وابنه هو اللي مات. بالفعل الموضوع طبعا مش مستاهل. أكيد. يعني هو دلوقتي في امس الحاجه الكلمه تصبره وتريحه، كلمه تهون عليه، مش ان احنا نفضل نتهمه بالاهمال. واكيد هو مش قصد ان هو يهمل في ابنه. يعني فعلا الناس كلها فعلا بقت دلوقتي تاخد الممثلين لو حصل لهم، او مش ممثلين بشكل عام، المشاهير بشكل عام في مصر او يمكن في الوطن العربي تحديدا، بتبدا تهاجمهم. بالظبط. لا ده انت اهملت، ده انت سبت في ابنك. عندنا برضو موضوع تاني بتاع برضو الست اليوتيوبر ماما سناء. طبعا الست كانت جميله جدا، ادهشت المصريين بأعمال حقيقي، كانت بتقدم محتوى هادف جميل هادف جدا طبعا، وكلنا استفدنا منها وكلنا كنا بنتابعها. كانت بتزرع في كل بنت القيم والاخلاق اللي المفروض البنت تكون متميزه بيها. كمان كانت بتناشد كل شاب ازاي يتعامل كويس وازاي يكون عنده صفات كويسه من خلال فيديوهاتها مع ابنها. فحقيقي طبعاً احنا افتقدناها جدا جدا، وبنقدم خالص التعازي لاسرتها. والاسر طبعا اسس طبعا، يعني بنقول البقاء لله، وربنا يرحمه وربنا يجعله طبعا سبب في دخوله ودخول مامته الجنه ان شاء الله واخواته الله. كمان. ولكن برضو لو نركز في الموضوع، اتهموا برضو ابن ماما سناء بان هو اهمل، لان هو ودته خرجها وان هي كانت فسيخ ورنجه. وجبنا حاجات كتيره جدا، ما بصيناش للموضوع هي اصلا ماتت بسبب ايه. بس الموضوع فعلا كان مؤسف جدا الحقيقه. يعني فعلا كان موضوع مؤسف. وابنها طلع اتكلم في فيديو وقال ان مامتي الدكاتره مش ساعدوها، لكن الحقيقه يعني انا مش عارف اقول الصراحه يعني، لكن دي كانت والدتك. يعني هو خلاص، هو قضاء الله جه، الميعاد جه خلاص، ما فيش رجعه فيه. كانت المفروض تفضل في البيت وتحاول تجيب لها الـ يعني الدكاتره او حتى الادويه في البيت. في دكاتره لسه شغاله بتروح البيوت طبعا، لكن الحقيقه ربنا يرحمها وربنا يرحم ابن أسأس. الحقيقه كان موضوع محزن جدا. ولكن النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان المفروض ان احنا يا جماعه ما نزودش هم حد. المفروض ان احنا نهون على حد في ازمه، ان احنا نبطل نروج الاشاعات ونبطل. احنا برضو ما شفناش بعينينا ان هو اهمل فيه. اكيد طبعا احنا ما عندناش اي دليل ان هو اهمل فيه. واكيد ليه بنهاجم؟ مستحيل اب يهمل في ابنه بالشكل ده. اكيد طبعا. فاحنا المفروض يعني ان احنا بجد يعني، عشان يعني احنا ايه بنقول، ايه الراحمون يرحمهم الرحمن. بالزبط. نرحم بعض علشان ربنا يرحمنا ونعدي من الازمه دي على خير. فعلا والله شفنا يعني تطورات غريبه. الشارع المصري بدا اول ما يشوف على اي واحد، اي سيئه ايا كانت. او طب دي اصلا مش موضوع سيئه، ده موضوع موت يا جماعه، كلنا هنموت. هو مش شماته، لكن بدا يهاجموا أسأس ومراته. لا ده انتوا اهملتوا في ابنكم، ده انتوا سبتوه يموت. طبعا الكلام كله غلط، وكلام كله ملوش اي صحه ولا له اي قيمه. واحنا بنناشد الشارع المصري والشعب المصري، يا جماعه اتقوا الله في كلامكم. اي كلمه انت بتقولها ربنا هيحاسبك عليها. بالظبط. وهتسال عنها يوم القيامه. خلينا بقى نروح لحاجه مهمه جدا، طبعا حاجه شاهدناها كلنا امبارح وكنا مستنيينها، وهي اهم القرارات الصادره عن الحكومه بشان التعايش مع فيروس كورونا. كان من اهم القرارات دي وهي اعاده فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضيه الخاصه اعتبارا من السبت المقبل، ولكن باجمالي 25% طاقتها الاستيعابيه. طبعا هو خبر حلو جدا، او هقول لك سلاح ذو حدين. حلو ان احنا هنبدا تدريجيا نعود لحياتنا الطبيعيه. بالظبط. ومع عوده المباريات كره القدم او البطولات الرياضيه بشكل عام، الشباب نفسهم يشوفوا المباريات. يعني يمكن حاليا محمد صلاح بيلعب، لكن في حظر، انا ما عنديش جهاز في البيت عشان خاطر اتفرج على المباراه، فكنت بنزل قهوه مثلا. ولكن خلينا نتكلم برضو في ان 25% يعني العدد مش هيكون مسموح بيه. بالظبط. انا مثلا لو صاحب قهوه وهيجي لي 100،
لا هدخل 25. خلينا برضو متفقين يا عبد المنعم ان احنا في وقت مش وقت ماتش، ولا ان انا انزل وان انا غامر بحياتي وباسرتي عشان خاطر اكيد ماتش. طبعا احنا برضو يعني انا برضو ما اروحش القهوه عشان خاطر اقعد في تجمع ماتش وانا كده ابقى معرض ان انقل العدوى لاسرتي. اكيد طبعا. لا وما بالك بقى لو عادت دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اوروبا، ما شاء الله احنا عندنا هنا كمصريين مهتمين جدا بكره القدم، اهلي وزمالك عندنا في دوري ابطال افريقيا، الاسماعيلي في البطوله العربيه، عندك انديه كتير اوروبيه في البطوله الاوروبيه. في الحقيقه يعني الشباب المصريين يعني عندهم حماس كبير جدا لكره القدم. لكن هو يعني خبر نسبي ان شاء الله كويس، وباذن الله هنعود. وبرده احنا بنطالب الناس انك انت ما تنزلش، يعني انا مش عايز يبقى في يعني استعجال في الموضوع، انا عايزك تتعامل مع الموضوع بان انا ان شاء الله هبدا انزل يوم السبت، وفي ان شاء الله حاجات كتير هتتغير بدايه من يوم السبت، بس احافظ على نفسي، كمامتي معايا والجوانتي بتاعي معايا، الكحول معايا، احنا بناخد بالاسباب، هي كلها يعني كل واحد لو مكتوب لك يجي لك ربنا، يعني ربنا هو ابتلاء من عند الله، قول يا رب وان شاء الله ربنا هيشفيك. بالظبط. ومش معنى ان القرارات دي طلعت وان احنا البلد هتتفتح شويه ان احنا كده نستهتر وان احنا نقول ان خلاص، هو فعلا حاجات كتيره جدا اتغيرت والقرارات كتيره اتغيرت، ولكن الفيروس لسه موجود، يعني الخطر لسه موجود، فلازم نفضل ملتزمين بكل الحاجات اللي احنا كنا ملتزمين بيها، لان يعني مفيش حاجه اتغيرت. اكيد طبعا مفيش حاجه اتغيرت يا جماعه، لسه الفيروس ما انتهاش، لكن يعني احنا بنطالبكم عشان خاطري وعشان خاطر نفسكم وعشان خاطر اهاليكم، التزموا، بلاش زحمه القهاوي، بلاش زحمه صحابك او التجمعات، نصبر شويه كمان، احنا فات كتير قوي، فات كتير قوي يا جهاد، ما فضلتش غير حبه بسيطه جدا يعني. فانا بتمنى من الناس تفضل ملتزمه، هي دي حاجه في علم ربنا، وربنا ان شاء الله قادر انه يرفع عننا البلاء ده في اي وقت، ولكن نتمنى ان شاء الله ان ربنا يرفعه قريبا جدا. بس يعني القرارات يعني كانت مبشره شويه الحمد لله. عندنا برضو يعني قرار تاني، هو استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة. طبعا دي الأماكن اللي فيها تجمعات. بالظبط. مفيش مصيف السنة دي، خلاص مفيش مصيف، يعني خلاص يعني بلاش. هو برضو بيحافظ علينا الراجل، من عامل شوية قرارات بيحافظ بيها على الشعب المصري بقدر الإمكان. خلي بالك برضو لو الموضوع ده حصل، لو فتحنا كل الحاجات دي، الشعب طبعا عمره ما هيلتزم. مستحيل. فالموضوع بقى هيبقى خلاص بقى احنا كده عندنا مرحلة الخطر بطريقة وحشة جدا. لا لا جدا يعني، فربنا يستر علينا ان شاء الله يعني. من اهم بقى الاخبار ومن اهم القرارات اللي طلعت اللي ادخلت الفرحة والبهجة والسعادة على قلوبنا، وخلتنا نحس ان الدنيا لسه بخير وان في امل وفرحة وبهجة في الايام الجاية، وهي فتح دور العبادة لاداء الشعائر اليومية اعتبارا من السبت المقبل مع تعليق الصلوات الأسبوعية اللي هي صلاة الجمعة. طبعا حقيقي أدخل البهجة والفرحة على قلوبنا جدا. عودة الصلاة للمساجد أرجوكم، أنا بقول لنفسي قبل أي حد، لو أنت ما كنتش بتصلي ربنا بيديك فرصة تانية عشان تصلي عشان ترجع له، ارجع أبوس إيدك قبل ما يفوت الأوان. ونفس القصة برضو عندنا إن شاء الله الأخوة المسيحيين هتتفتح عندهم الكنيسة بإذن الله يوم الأحد إن شاء الله، طبعا عندهم صلاة الأحد والجمعة على حد علمي يعني، لكن الحقيقة هي تقريبا ملغية صلاة الأحد، ولكن ان شاء الله يعني هتعود برضو نسبه الصلاه برضو من غير تجمعات، هي برضو الصلوات الفرديه عندنا، صلاه الجمعه طبعا ملغيه، لكن ان شاء الله هتعود تدريجيا. الحياه هترجع يا جماعه، بس عشان خاطري الحق نفسك وارجع لربنا قبل فوات الاوان. كنا لما بنسمع صلوا في بيوتكم كانت بتتعبنا جدا وبتوجع قلبنا، كنا بنتضايق جدا منها، وحقيقي يعني في قلوب كتيره جدا اتاثرت باول مره الجمله دي اتقالت فيها. السبت المقبل هيكون اول سبت يرجع فيه الاذان حي على الصلاه حي على الفلاح، ودي حقيقه يعني حاجه جميله جدا، ويا رب بس نستغلها صح. واي حد فعلا زي ما عبد المنعم كان بيقول، اي حد كان مقصر يرجع بقى ان هو يعيد نظر في الموضوع تاني. احنا كنا بنقول يا رب المساجد تتفتح وكلنا بنروح، صح؟ يا رب ان شاء الله. دلوقتي الموضوع فعلا يعني بجد فرحنا جدا، الموضوع نفسي مبشر. حلو قوي، مبشر جدا. سيبك بقى من عوده الكوره وعوده الرياضه، دي حته كلها في جنب مع احترامي الكبير ليها، ولكن يعني ربنا بيديك فرصه انك تعود. ارجع، نعم العبد انه اواب، يعني ما تقولش انا عملت ذنب فخلاص، لا ربنا خلاص، لا مفيش حاجه اسمها كده، ربنا غفور رحيم. عرفنا قيمه المساجد. بالظبط. لا ارجع لربنا واستغل الفرصه، الكلام ده للبنات وللولاد وللكبار والصغيرين، ربنا بيديك فرصه تانية، اتقي الله في نفسك وفي اهلك وفي اللي حواليك. عندنا طبعا برضو القرار، طبعا برضو مكمل يعني القرارات دي، هو استمرار تعليق دور المناسبات داخل دور العباده، يعني طبعا ما فيش تجمعات برضه هي صلاه الجمعه، او لو في كتب كتاب او جنازه او غيره، كل حاجه طبعا زي ما هي. عندنا برضو قرار تاني، فتح دور السينما والمسارح اعتبارا من السبت المقبل، ولكن برضو باجمالي 25% من طاقتها الاستيعابيه.
وطبعا عندنا برضو الاضرحه اللي في الجوامع زي مثلا او المقامات عشان بس الناس تفهمها، في مقامات معينه في جوامع، مقام سيدنا الحسين او غيره، طبعا دي كلها ما زالت مغلقه لان هي لان بيكون فيها الناس عدد طبعا تجمع كبير تجمع جدا. كبير، غير ان الناس يعني في اللي يعني بيحضن على المقام او بيبوس المقام عشان ياخد منه بركه، طبعا ده كله غلط. والحقيقه طبعا البركه هي من عند الله، دي طبعا اسطوره غلط جدا جدا. يعني نروح طبعا للثانويه العامه. الثانويه العامه شغله الراي العام كله حاليا، مصر فيها امتحانات الثانويه العامه والحمد لله زي ما الناس كلها قالت كطلبه، بدايه كطلبه راي الطلبه هو اللي يهمنا لان هو راي المؤثر. الامتحانات ما شاء الله او امتحان العربي تحديدا نجاحات كان امتحان ممتاز جدا او سهل في مستوى الطالب المتوسط زي ما كل المتخصصين قالوا. طبعا في مشكله بسيطه طبعا بقى كده عايزين نناقشها مع الاهالي. هو انا مش ضد اطلاقا ان والدي او والدتي يروح معايا اللجنه، بس بشرط انت وصلت ابنك او بنتك او حضرتك وصلتي ابنك او بنتك او اختك او اخوك ايا كان، خلاص انت وصلته واطمنت عليه ان هو داخل اللجنه، من فضلك روح، من فضلك روح. عشان حاجتين، سيبك من الكورونا، حط الكورونا على جنب. اول حاجه انت بتسبب له ضغط بره، لان هو بعد ما يطلع من الامتحان لو لا قدر الله حال الوحش اجهاد هيطلع، طب ما انا اهلي واقفين بره قدام الباب هطلع اقول لهم ايه؟ بس خلي بالك في ضغط. عبد المنعم زي لاعب الكوره اللي بيلعب في الملعب، اتفضلي. بس في برضو نقطه ساعات بتكون يعني هي سلاح ذو حدين، ساعات بتكون نقطه طمانينه للطالب ان باباه او مامته واقف له بره، فهو حاسس بالامان بالظبط ان في حد. هي سلاح ذو حدين، ما انا بقول لك هي سلاح ذو حدين، عامله زي لا ماتش كوره بالظبط، اللي لو الفرقه مثلا خسرانه في ماتش الذهاب وعندها ماتش عوده، فتلاقي الجماهير في الملعب ضغط على اللعيبه، فاللعيبه بتغلط مش بتعرف تجيب جوان، نفس القصه. فانا اتمنى ان الاهالي وصل ابنك او بنتك المدرسه، شكرا انت اديت مهمتك روح، وارجع تعالى على وقت الخروج ارجع خده. احنا كنا السنين اللي فاتت كلها ده كان امر طبيعي بالظبط، كان الاب او الام بيروحوا مع اولادهم يطمنوهم، خصوصا ان الثانويه العامه دي حاجه كده ليها كده قيمتها في مصر وفي كل الدول، اللي هو البيت اللي بيبقى فيه ثانويه عامه اللي هو البيت ده خلاص متكهرب كلنا عارفين كده. بس السنه دي يا جماعه غير اي سنه، السنه دي احنا عارفين ان خطر جدا ان يكون في تجمعات، خطر جدا ان يكون في ازدحام، خطر جدا ان احنا نتجمع قدام مدرسه، كل الحاجات دي خطا كبير جدا ما ينفعش ان احنا نعمله. فالسنه دي فعلا غير اي سنه، يعني لازم ان احنا نلتزم، لان انتوا كده بتضروا اولادكم قبل ما بتضروا اي حد تاني، وبترجعوا البيت فبتضروا باقي الاسره. فحقيقي الموضوع كان مؤسف جدا لما شفنا التجمعات قدام المدارس في اول يوم لامتحانات الثانويه العامه، يعني حاجات ومناظر حقيقي وحشه كان جدا، منظر مؤسف جدا. فارجوكم بلاش 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 تروح مع اولادكم اللي جان، وصلوهم وروحوا عشان خاطر انا، عشان خاطر صحتكم، بلاش تجمعات يا جماعه، الفيروس في الهواء. هي لو حد فيكم مش مريض او ماشي كده هو ماشي بستر ربنا، فارجوكم لا هي لا بالكحول ولا باي حاجه تانية، هي ماشيه بستر ربنا، هي بس بناخد بالاسباب يا جهاد. عندنا طبعا خبر مهم جدا وحلو جدا، خبر رياضي، الاهلي، النادي الاهلي المصري لعيبته عملت المساحات الطبيه استعدادا لعوده الدوري. والنهارده النادي الاهلي المصري بدا لعيبته في التمرين الجماعيه لاول مره منذ 3 شهور. حقيقي الموضوع ده بقى بعيدا عن اي حاجه حسسنا بعوده الحياه الطبيعيه تاني. نادي القرن الافريقي كانت حاجه مبشره لينا كلنا. الحقيقه نادي القرن الافريقي بيعود، عنده بطولات مهمه جدا، عنده دوري، عنده بطوله افريقيا، النادي اللي بيقاتل بشكل كبير مع غريمه الزمالك، نادي كبير جدا، نادي الزمالك نادي المحترم، فريقين بيمثلوا مصر في الكره الافريقيه، عفوا في الكره او القاره الافريقيه وفي الكره الافريقيه. فان شاء الله يا رب باذن الله ربنا يوفقهم، والبطوله باذن الله تكون مصريه ايا كانت، بس تروح النهائي ان شاء الله. انا متاكد ان خلاص البطوله يعني بشكل كبير هتعود زي ما الاتحاد الافريقي اعلن في شهر 11 ان شاء الله، وباذن الله تكون بدايه ان شاء الله مبشره جدا ان شاء الله الفريق باذن الله. عندنا بقى خبر مؤسف جدا وهو يعني بيتعلق بالرحمه، الكلمه اللي احنا بنذكرها في كل حلقه ونقول نرحم بعض، لازم يكون في قلوبنا رحمه. في راجل ألقى بزوجته من الدور الخامس عشان خاطر كان عندها كورونا، ولف بيها على المستشفيات ومفيش أي مستشفى قدرت إن هي تقبلها، راح رماها من الدور الخامس وأصيبت بشلل. فحقيقي لا تعليق. مش عارف أقول إيه، أنا مش عارف حقيقة أقول إيه، بس يعني هو انعدام الرحمة وصل لكده؟ أنا مش فاهم، يعني الست دي مش عشرتك، مش قعدت معاك في بيتك بقالها سنين، مش بتربي عيالك، هو في ايه؟ انت المفروض تكون اول حد تقف جنبها، واول حد تكون سبب في شفائها، واول حد بتكون دعم نفسي ليها، لان زي ما احنا عارفين الفيروس ده بيحتاج مناعه عاليه جدا وبيحتاج ان يكون في دعم نفسي. بالظبط. فبجد ربنا يرحمنا، يعني ربنا يرحمنا. يرحمنا.